We came to Enoch as our last chance. A chance at a new home. But what we found didn't save humanity. It consumed it. We awoke changed, burning with power. Impossible power. Each step taking us further from what we were, and closer to what we must become. مرحبا وحياكم الله في هذا البث الشهري من سكوير إينكس للعبتهم الجديدة تحت اسم Outriders Broadcast. Outriders هي لعبة ضخمة وعندنا الكثير مشاركتكم عنها في الفترة القادمة. من خلال هذا البث الشهري بيصلكم آخر إعلانات والمعلومات المهمة اللي تخص اللعبة وعروض فيديو جديدة. في الشهر الماضي كشفنا لكم عن اللعبة وسمحنا الإعلاميين بتجربة 3 ساعات منها، وردود الفعل كانت مذهلة بحق. لكن الصراحة احنا فقط وريناكم غيط من فيض. وصلتنا أسئلة كثيرة عن اللعبة، وهذه الحلقة فرصة مناسبة أن نشارككم أكثر عنها. اليوم نعرض لكم فيديو جيم بلاي جديد وبنلقي نظرة على عدة أشياء، منها القصة وواجهة المستخدم. البداية مع المستعمرة البشرية اللي اسمها إينوك، وهذا كان قبل ما تبدأ مغامرة أبطالنا حول كواكب للبحث عن الإشارة الغامضة. المدينة الأولى ديمو نظام اللعب. المقطع هذا نستعرض فيه أول مستعمرة بشرية في إينوك، واللي تشوفونه في الخلفية هو المركبة الفضائية اللي استخدمها البشر للتنقل ما بين كوكب الأرض وهذا المكان. المركبة تم إنزالها على الكوكب عشان تخدم كمصدر مؤقت للطاقة للمستعمرة، لكن بسبب ظروف غير طبيعية محرك المركبة تضرر وأصبح على أبواب الانهيار. وبعد أشهر من الفوضى والتوتر هذا اللي صار بالضبط. المحرك النووي للمركبة انفجر وانتشرت الإشاعات المضرة في كل مكان، ومع خسارة المدينة لمصدر طاقتها الأساسي وتضرر المياه والغذاء في المنطقة، الكثيرين فقدوا حياتهم بسبب الأحداث. والمنطقة تعرضت لحروب وأحداث مؤسفة وغدرها أغلب سكانها، وأصبحت تعج بالمجرمين اللي يحومون في المكان بحثا عن أي شيء ذو قيمة يقدرون يحصلون عليه. مهمتنا هي إيجاد مركبة تنقل قديمة كانت يستخدمها عالم تابع للـ ECA. هذا العالم يدعي أن هذه المركبة فيها معلومات مهمة عن الأحداث الغير طبيعية اللي صارت في هذا المكان وعلى الإشارة الغامضة اللي نبحث عنها. في هذه اللحظات احنا فقط نواجه أعداء من البشر في مسيرتنا، لكن المدينة الأولى بتعرفنا على عدو جديد وهو ذا بوفرو. هذا العدو هو من المخلوقات الأصلية لهذا الكوكب، وخلال السنوات الماضية هاجمت المستعمرات بشكل مستمر، وهذا العدو يتميز أن يستمد قوته من الجماعة بحيث يهاجمونك بأعداد كبيرة، وحتى بالنسبة للأوترايدرز الخيار الوحيد أحيانا هو الهرب. خلونا الآن نشوف بطلتنا نوفا وكيف بتحاول تبحث عن المركبة المفقودة. زي ما قلنا لكم من قبل وزي ما نشوف أمامنا، أحيانا الأفضل أنك تهرب لكن مش على طول.
خلونا نستغل هالوقت ونشرح لكم عن واجهة المستخدم. واجهة المستخدم التخصيص. نعرف بشكل جيد أن الواجهة مهمة لمحبي ألعاب التصويب، ويهمهم كثير إيش المعلومات المعروضة أمامهم وكيف ترتيبها وتوزيعها، ونعرف أن الناس بتختلف بتفضيلها وإيش تحب تشوف. البعض يبي يشوف معلومات كثيرة، والبعض يبي تكون الشاشة نظيفة قدر الإمكان. لذلك قررنا نقدم خيارات تساعد اللاعبين على تخصيص العرض على الشاشة زي ما يناسبهم. خلونا الآن نرجع لبطلتنا نوفا ونشوفه هي تكمل مهمتها. بالمناسبة العدو بوفرو يجينا بعدة أشكال وأحجام. الآن خلونا نتكلم عن مستويات الصعوبة الديناميكية في لعبة أوترايدرز. مستويات اللعبة الصعوبة الديناميكية. اللعبة لها مستويات صعوبة انسيابية سميناها World Tiers، والهدف منها أنك تخصص مستويات الصعوبة بالطريقة اللي تناسبك. هذا يعني أن اللعبة بتعدل مستوى الصعوبة بشكل يناسبك، حتى لو كنت شخصية قوية ودرعك رهيب وجالس تجلد الأعداء يمين ويسار. الفكرة خلف الورد تيرز أنك تقدر تخلي اللعبة تجربة ممتعة وتركز على القصة فقط، أو أنك تخليها جحيم من الصعوبة. الأمر بالكامل راجع لك. رفع مستوى الصعوبة بيخلي الأعداء بدم أكبر ودرع أقوى، وضرباتهم سبب لك ضرر كبير، لكن في المقابل أنت بتصل عند هزيمتهم على مكافآت أفضل. في البداية بتبدأ اللعبة على أسهل مستوى وترتفع صعوبتها مع الوقت بناء على أدائك. في حال وصلت لأعلى مستوى الصعوبة بتحتاج أنك تختار درعك بدقة عشان تقدر تقدم بالقصة وتقدر تواجه مستوى الصعوبة. خلونا نفتح قائمة مستويات الصعوبة هنا ونلقي نظرة عليها. تقدر تعدل مستوى الصعوبة بنفسك إذا شفت أن اختارت اللعبة لك ما يناسبك. إذا لعبت على أعلى مستوى الصعوبة متوفر لك بتحصل على نقاط خبرة تساعدك في فتح مستوى الصعوبة التالي. نقاط الخبرة هذه مختلفة عن نقاط الخبرة الخاصة بتطوير شخصيتك. نقاط الخبرة الخاصة بالشخصية تجي من إكمال المهمات، بينما نقاط الخبرة الخاصة بالصعوبة تجي من قتال الأعداء. وهنا نشرح لكم إيش يصير. كل مرة تموت تخسر نقاط تقدمك لمستوى الصعوبة التالي، وهنا بيساعدك من التحول لمستوى الصعوبة أكبر إذا كنت تعاني من مستوى الصعوبة الحالي. فتح مستوى صعوبة جديد يكافئك بموارد وأسلحة نادرة، أو أحياناً كلاهم. أيضاً الوصول لمستويات صعوبة أعلى بيخلي الأعداء يرمون لك أسلحة تكون أعلى من مستوى شخصيتك. هنا يبدأ مستوى صعوبة 4 ويستمر لمستوى صعوبة 15.
نقطة أخيرة مهمة بخصوص الصعوبة هي أنها بترتفع في حال كنت تلعبها بشكل تعاوني مع أصحابك، لكن بطريقة تضمن لك أن هذا الشيء ما يفسد المتعة. الآن خلونا نرفع مستوى الصعوبة ونشوف إيش يصير معانا. بطلتنا نوفا تحب العداء الأقوياء، لذلك هي ترحب بالتحدي. واحد الأمور المعروفة عن العاب RPG هو أن اللاعب لازم يتعب عشان يبحث عن تفاصيل القصة، وإحنا ما نبي الأمر يكون مثل الأعمال الشاقة للاعب، لذلك حبينا كل شيء يكون في اللعبة وفي الديسك الرئيسي. تقدر تكلم الشخصيات عشان تتعرف أكثر على القصة، ومع تقدمك في اللعبة تفتح لك تفاصيل جديدة تقدر توصل لها من القوائم وتقرأ عنها بشكل مستمر. لنفترض أنك تبي تعرف أكثر عن المدينة الأولى وبدأت المستعمرات في إنوك، وتقدر تعرف هذا الشيء من هنا. المقطع التالي بيكون صعب جدا، لذلك الآن بيضم معنا لاعب ثاني في هذه المهمة بشكل تعاوني. هو يستخدم شخصية من نوع التريكستر ومعاه درع أسطوري بعد. الآن خلونا نجد بعض الأعداء وندور على المركبة المفقودة. لاستغلال الوقت وعشان نحتفظ لكم ببعض المفاجآت بنقدم الوقت شوي. بنشهد الآن اللحظات النهائية لقتال ضاري ضد الكابتن سيرانو. ومع سقوط الكابتن قدر نحصل منه على درع ممتاز جدا. أتمنى تكون استمتعتوا بهذه الزيارة المبدئية للمدينة الأولى. وهذا كان مقطع استعراض اللعب من بث اليوم، وفي الحلقات القادمة يتم استعراض المزيد أكيد. الآن استعرض لكم مجموعة من الفيديوهات اللي سميناها تحت الأضواء، ونسلط فيها الضوء على عناصر معينة في اللعبة بشكل معمق. اليوم نلقي نظرة على ثلاث من كلاسات المعلنة للعبة، والبداية مع التريكستر. خلونا نبدأ. في فقرة تحت الأضواء تتعرفون أكثر على عناصر معينة في اللعبة، وبيكون في حلقات مهمة قادمة من فريق التطوير مباشرة، لذلك لا تنسون تشتركون بالقناة عشان ما يفوتكم شيء. We'll have plenty of deep dives coming in the future to prepare you for landing on Enoch. So subscribe to our YouTube channel and you'll never miss a beat. بنبدأ الآن مع أحد الكلاسات الثالثة اللي تبدأ فيها اللعبة، وبنختار The Trickster، ونتعرف مع بعض عن هذا الكلاس وقدرات القتل الدقيقة. As tricksters, we manipulate the fabric of time and space to take out enemies by surprise. الكلاس هذا موجه للأشخاص اللي يحبون يدخلون يطلعون بسرعة وينفذون القتل بكل دقة وسرعة.
لكن طبعا بفضل شجرة التطوير الكلاس هذا ممكن يتحول لتانك، الأمر يعود لك. التريكستر يركز على القدرات تحوم حول الوقت والمكان، وتقدر تلاحظ هذا الشيء من ضربات الكلاس اليدوية، بحيث تلاحظ أن الأعداء يبطئون لما تصيبهم. والضربات اليدوية قريبة المدى تنقسم إلى نوعين، العادية وانت واقف مكانك، والثانية اللي تنفذها وانت تركض. تريكستر العلاج. في عالم أوترايدرز القاسي والعنيف بتجي أوقات أنت بتتضرر فيها وتحتاج تعالج نفسك. طبعا ما راح تحصل هنا أدوية أو سحر العلاج، لكن تبي تتعالج لازم تهاجم الأعداء وصحتك تتحسن تدريجيا، وهذا بيأثر على أسلوب لعبك ويخليك تتحمس لمواجهة بدل الهرب والاختباء عشان تتعالج. فيمكن أنها تكون استراتيجية ممتازة لك بأنك تنتقل لمكان وجود زحمة من الأعداء وتحاول أنك تهزمهم عشان تعالج نفسك. بشكل مميز كلاس التركستر فهم يتعالجون بهزيمة الأعداء على المدى القريب وأيضا بيحصلون على درع، بينما كلاسات الأخرى بيكون لها أسلوب علاج مختلف. تركستر القوة. خلونا نلقي نظرة على قوة الكلاس التركستر. كل كلاس بيكون له 8 أنواع مختلفة من القوة، راح تبدأ بقوة واحدة وبتفتح البقية مع ارتفاع مستواك في اللعبة. اليوم نستعرض لكم 4 من قوى التريكسترز ونترك البقية لوقت ثاني. أول قوة بنستعرضها هي عبارة عن ضربة قاطعة، وهي أول قدرة بتحصل عليها في هذا الكلاس، واللاحظة أنها تخلي العدو يصير بطيء ويظهر شكل هيكل العظمي. القدرة هذه مهمة للتريكستر لأنها بتعطيك فرصة أنت وأصحابك تهاجمون العدو بينما سرعتها تصير بطيئة جدا. القدرة يميزها إمكانية استخدامها على عدد كبير من الأعداء وبالتالي ضربهم وقتلهم، وهذا الشيء يؤدي لعلاج شخصيتك. The slice will affect all enemies and allow for maximum damage and kills, which can easily heal a nearly dead trickster back to full health thanks to the mechanics. القدرة الثانية اسمها Borrowed Time، وبتفعيلها تحصل على درع يمثل نسبة من صحتك، وبالتالي تقدر تتعرض الأذى لحد معين قبل ما تتأثر صحتك. وأيضا تترك وراك في المكان اللي فعلت فيه شبح لشكلك، وفي حال فعلت الخاصية مرة ثانية والتفعيل الأول لا زال شغال بتقدر ترجع للمكان اللي تركت فيه شبحك. هذا الشيء بيكون مفيد جدا لك لتنفيذ هروب سريع من الأعداء. القوة التالية هي فخ التبطئ، وفيها تقدر تصنع دائرة معينة أي أحد يدخلها من الأعداء يصير بطيء، وتقدر بكذا تستخدمها في مواقف دفاعية أو هجومية، مثل أنك تستخدمها لعلاج أحد زملائك لو كان مثلا في وسط زحمة أعداء والوضع صعب. في أعداء أقوياء جدا في كوكب إينوك، مواجهتهم جميع في نفس الوقت قد يكون صعب، لذلك فخ التبطؤ بيكون مفيد جدا للتخلص منهم. Enoch is also home to many different kinds of enemies and you may occasionally find yourself swarmed by melee attackers or monsters. Activating slow trap in these circumstances can be an excellent way to trap numerous enemies. Move into a cluster of enemies and activate the dome to make them all move in slow motion. Then go to town. القوة الرابعة هي Hunt the Prey. هذه القوة بتخليك فعلا تحس انك اساسن. تقدر تحدد أي عدو تشوفه أمامك وتنقل نفسك مباشرة خلفه، وبالتالي تهجم عليه وتقضي عليه بشكل أسهل، وتقدر تستخدمها أيضا عشان تنقل نفسك وتهرب من مواقف صعبة أيضا، أو تحول نفسك لجهة العدو معزول وتقضي عليه بخلسة وبشكل انفرادي. طبعا تقدر في اللعبة تغير نوع القوة اللي تبي تستخدمها أثناء اللعب، لكن الأفضل أنك تسوي هذا الشيء في مكان بعيد عن القتال ولا بتحصل نفسك ميت. القوة في اللعبة تقدر تستخدمها بشكل لا نهائي، لكن في وقت قصير لازم تنتظره بين كل استخدام والثاني.
even change them while in combat, though we'd recommend taking cover to do so, or you may find yourself dead. Powers in Outriders are designed to have relatively short cooldowns. There's essentially no limit to how much you can use them to get the most out of combat. حتى الآن استعرضنا أربع قوى مختلفة بشكل منفصل، لكن في لعبة أوترايدرز المتعة الحقيقية لما تلعب مع أصحابك وتستخدمون قواكم بشكل منسق عشان تتسببون بأكثر ضرر للأعداء. دمج أكثر مع قوة مع بعض بيقدم لك فوائد كثيرة. العب بأسلوبك في النهاية وشوف إيش أكثر شيء يحقق لك مبتغاك. This is only a very simple example of how powers could be chained. You'll no doubt find your own most effective ways of playing Outriders your way. Alter your trickster. Trickster, التعديل. تقدر تخصص شخصيتك في كل كلاس بالطريقة اللي تناسبك، وهذه عن طريق نقاط الكلاس واللي بتحصل عليها لما ترفع مستوى شخصيتك. Three branches for the trickster link into the class's fundamentals: movement, damage, and disruption. في حال تريكستر تقدر تتفرع في شجرة التطوير بالشكل يناسبك، لكن بشكل عام في ثلاث فروع رئيسية وهي ماستر اوف سبيس والهاربينجر والاساسن. المسارات متداخلة، لذلك تقدر تتفرع بالطريقة اللي تحسها مناسب اكثر لك. مسار ماستر اوف سبيس بيعطيك بونس وانت تتحرك، وبيزيد من كفاءتك في المعارك قريبة المدى. أما مسار هاربينجر بيركز على مدى تحملك وقدرة الدرع اللي عندك، وهي اللي قلنا عنها سابقا بيحولك إلى تانك. وأخيرا مسار الأساسن بيركز على مدى الضرر اللي تقدر تسببه للأعداء. لا ننسى أن الأسلحة اللي تملكها ممكن تعطيك مزايا تفيدك أثناء استخدام المهارات الخاصة فيك، مثل أنها تقلل مدة الانتظار بين كل استخدام والآخر. إذن قربنا نوصل نهاية البرودكاست الأول للعبة أوترايدرز، لكن قبل ما نختم نحب نجاوب بعض الأسئلة اللي وصلتنا من الجمهور، وهذا شيء بنقوم فيه في كل حلقة من حلقات البث القادمة. Over to Robbie, Outriders community manager and general fountain of knowledge for all things Outriders, as he answers your questions directly. Thanks, Lucy. All right, let's do this. Five quick questions, five quick answers. السؤال الأول: هل هذه لعبة مقدمة كخدمة؟ هذه من أكثر الأسئلة اللي توصلنا. ولا، اللعبة ليست game as service، بل بتكون لعبة متكاملة من البداية. السؤال الثاني: إيش الجزئية من اللعبة اللي بيشتغل عليها فريق التطوير حاليا؟ في فبراير الماضي عرضنا لكم جزء مبكر جدا من اللعبة. حاليا احنا شغالين على صقل اللعبة واكتشاف الأخطاء، ولذلك اللعبة النهائية قد تشوفون فيها بعض التغييرات والتطويرات الرسومية وظائف اللعبة. السؤال الثالث: هل اللعبة تحتوي على المايكرو ترانزاكشن؟ هذا سؤال سهل جوابه، اللعبة لن تحتوي على أي مايكرو ترانزاكشن. السؤال الرابع: هل اللعبة تستخدم دينوفو؟ نعرف أن هذا السؤال مهم لبعض أعضاء المجتمع، والإجابة هي لا، ما راح تستخدم نظام الحماية دينوفو. السؤال الخامس: من تم اكتشفه للآن في نظام اللعب؟ إيش الجزئية من اللعبة اللي تم عرضها؟ اللي تم عرضه يمثل فقط أول شوية ساعات من اللعبة، وخلال تجولك في كوكب إنوك بتشوف تنوع ألوان متنوعة في البيئة، لذلك اللي شفتوه الآن هو أول منطقة يدخلها الأبطال لما تبدأ اللعبة. إنوك منطقة ضخمة جدا، وخلال الأشهر القادمة بتشوفون أكثر منها. استمروا بإرسال أسئلتكم على شبكات التواصل واستخدموا الهاشتاج Outriders، وبكذا تكون انتهت الحلقة الأولى من بودكاست Outriders. Thank
keep your peepers peeled for that. And thus concludes our first ever Outriders broadcast. Thank you so much for watching. And next time, we'll be taking a look at the journey into the unknown, plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. في الحلقة القادمة بنتعرف على بعض الشخصيات الجديدة أثناء هذه الرحلة الغامضة. أيضا بنكشف عن منطقة جديدة بالكامل، وبيتم إلقاء الضوء على الكلاس التالي البايرومانسر. نقول لكم الآن إلى اللقاء ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.